مغمز لي بنات، وصلنا لاخر الفيديو. كنبغي نسير الفلوغ هنايا ابارتي، يعني بداو كيحرقوني مع الشمس برا وما بقيت قادره نبقى هنايا. نتمنى الفلوغ يكون على اعجابكم، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناه الا عجبتكم شي حاجه، وسيروا شوفوا الفلوغ سوري عفوا قصدي الفيديو اللي قلت لكم ديال الدايت. قولوا لي واش نتوما نيت بحال هكاك ولا لا. وكما قلت لكم كان جاني في هذوك السجستين ديال اليوتيوب الاغنيه ديال الميلودي والشيخه تراكس، شنو سميتها حلوفه. زين الضحك باش ممكن اديت الفيديو هذا على حسابي الريجيم نما وعنما. المهم عمال عربو كيبان لكم هذا بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو ما غاديش يفهموني، سيروا شوفوا غنخلي لكم في صندوق الوصف. اما الا كنتو ديجا شفتوه راه غادي تعرفوا علاش كان هدار. المهم كندور غادي نسالي الفلوغ ديالنا هنا. شميشه باقه مليا وانا صات جاني صات في الكوزينه. يلا بسلامة عليكم. المهم البنات، وانا كان فلوغي في الفيديو كان اديتي فيه عفوا ماشي كان فلوغي. شفت بلي الاغنيه اللي في مانت دابا كتلقايها البرومو ديالها ديال عادل مولودي والشيخه تراكس. يلا سمعت ليا، انا ملي كنقول حتى شي حاجه خايبه في عادل مولودي بالعكس كيعجبني، بالخصوص كل الناس من هذيك الاغنيه ديال سميتها المهم ديال هذيك اللي كانت على ديال الشريك. عزيزه عليا بزاف هذيك الاغنيه، ولكن هذه صراحه ما حمقاتنيش بزاف نكذب عليكم، ما عرفتش من غير هذيك الريتم ما حمقنيش بزاف. شي مره كنت كنبغي ندير سلسله ديال رياكشن خصوصا لحقاش عرفتوا الناس اللي كيتفرجوا في الكي بوب مثلا، انا فريمون كان عالم كيجيني في شي شكل بزاف، واختي من بعد دارت لي الغسيل الدماغ لحقاش كتعرفوا دوك تيكونوا مهوسين بهم كيبقاو حتى كيقنعوك نو. ومن بعد فاش كنت كنشوف يوتيوب شحال هذيك هضر سنين خصوصا مع البيغ بانغ فاش كانوا هذوك يعني الكينغ ديال الكوريان بوب، كنت كنشوف من بعد في يوتيوب حتى الفيديو ديال رياكشن وكنقول او ماي جاد هذوك بحالي والله حتى بحالي، فاش كيتغلطوا فيهم على حسابيت الشعر مثلا حيتاش كيبدلوا بزاف الالوان، وانت كتشوفي مثلا فاش كيبغي يعرف عملك شي واحد كتشوفي ثلاثه الاغنيات اربعه خمسه متابعين ما كتبقاش فهمي والو شكون اللي كان شعرو زراق ولا زعار، وكيجيوك بحال بحال كتقول يا مريم واش تطيتي راه ماشي بحال بحال. حتى حنا كنجيو بحال بحال على فكره، غير كنديو حنا هاد القضيه ديال حنا حيتاش عينا متعوده على بعضياتنا كيجينا راسنا بحال بحال. الحاجات اللي خليت على حساب هذاك الفيديو ديال الكوميدي اللي غندير لكم، المهم قول لي انتوا في الكومنت واش عجبكم ولا لا، غادي نشوف واش خدينا. كنتمنى ما يكونش هذاك الشوكولاته تهرس لحقاش هذاك هو كما كيقولوا الماده الدسمه ديال الفيديو. جو برا البنات زوين بزاف 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 ديال شي هكا تبقيت شمسي تشرب شويه ديال العصير وصافي. كاين القيمه الفطور البنات، غير كنضحك معاكم ولد اختي كيدير لاصال وداكشي ودارت لي هاد الباستا هادي بالقمرون في الصباح. اوكي في الاخر البنات مش تبدل بلان، ولكن خديت قهوه كحله. اولا شربت الماء ما بغيت نشربها ما واخده والو، لايف عليا من الحلاوه وصافي. لايف عليا من الحلاوه وصافي، هاد بحال هاد اللعيبات هادو المورقات. اختي كانت خدات هاد الكونفيتور هذا ولا الكوفيتير ولا المربى، واخا اصلا كاين فرق ما بيناتهم قانونيا، هذا ديال الكرموز. قولوا لي واش متفقين معايا في الراي ولا لا، انا هاد الكوفيتير ديال الكرموز ولا ديال الليمون ولا ديال الحامض ولا السكنجبير كاع كان في المغرب بزاف كياكلوا الناس، انا كيجوني غير ناس كبار اللي كيعجبهم. ما انا ما كنحملش هذا، كيعجبني ديال الفريز. حاجه اخرى اللي خديت وغنقولها لكم هو الخل ديال التفاح مع الماء، ديجا شربته في الاول كندير معلقه كبيره. غنقول لكم علاش، هو كيصفي بزاف الذات والكبده نوعا ما، حتى الناس كيعطيكم بشره زوينه تقدروا تفطروا به، وحتى موارد الا بغيتوا تكونوا هكا بوجي ولا اكسترا ولا شي حاجه موارد مزيان للبشره من برا الماء ديالو مزيان، خصوصا الزيت ديال الورد. الزيت ديال الورد ديال بصح كيبيض البشره حيت هو بحالو بحال فيتامين سي، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كيبيضوا البشره
حنا كنفكروا في الحامض، ولكن عندهم نفس، مو بالعكس، مرات يكون احسن حيتاش ما كيكونوش اغريسيف على البشره، كي ما كيكونوش مجهدين عليها بحال الحامض، وكيكونوا مصابين بحوايج اللي ربما الواحد ما كيفكرش. بيقول لك الورد، نو، الورد فيه نفس هذيك الحاجه اللي كاينه في الحامض. المهم بحال فيتامين سي كاينه في الفلفله مثلا الحاره، وكاينه حتى في الليمون. المهم هذا نتشي ديال البشره والسكين كير والزيوت وهذا الشيء غنهضروا عليه فيديو اخر. ولكن كنت قريتها في كتاب شحال فاش كنت صغيره، يعني كنت في واش كنقرا في كاتريام ولا شي حاجه هكا. تقدر تفطري حتى بالموارد، وحتى اللي كياكلوا الغاسول، الناس كيشربوا الغاسول كياكلوا على اساس هو كيصفي. كاين الكينات كيتباعوا ديال الغاسول، والله مو ماشي هما هادونا. انا ما ناكلش حاجه فيها الغاسول صراحه، ولا المهم الخميره كناكلها ديجا. المهم خديت الماء ديال الماء مع الخل ديال التفاح. كاين اللي كياخد حتى الحامض، ولكن الخل ديال التفاح في كاس ديال الماء باش ما يحرقكمش كبير. تقدروا ديروا غير 2 3 مرات في السيمانه، ماشي ضروري كل نهار، ولكن الماء والخل غنضر عليه فيديو آخر. ماما البنات درت الغدا بالزربه للدراري ولاد اختي. غادي ندير من بعد السردين هنايا في الدقيق مع شويه غير الملح والشونيه والبزار، راه ما ديجا درتهم فيه، وغنجبد الباقي ديال الحوت من الفران وصافي. المهم البنات، وانا كان فلوغي في الفيديو، كان اديتي في، عفوا ماشي كان فلوغي. شفت باللي الاغنيه اللي في مانت دابا كتلقايها البرومو ديالها ديال عادي المولودي والشيخة تراكس، يلا سمعت ليها. انا ملي كنقول حتى شي حاجه خايبه في عادي المولودي، بالعكس كيعجبني، بالخصوص كل الناس من هذيك الاغنيه ديال سميتها، المهم ديال هذيك اللي كانت على ديال الشريك. عزيزة عليا بزاف هذيك الأغنية، ولكن هذه صراحة ما حمقاتنيش بزاف، نكذب عليكم ما عرفتش من غير هذيك الريتم ما حمقنيش بزاف. شي مرة كنت كنبغي ندير سلسلة ديال الرياكشن، خصوصا لحقاش عرفتوا الناس اللي كيتفرجوا في الكي بوب مثلا، انا فريمون كان عالم كيجيني في شي شكل بزاف. وختي من بعد دارت لي الغسيل الدماغ، لحقاش كتعرفوا دوك تيكونوا مهوسين بهم، كيبقاو حتى كيقنعوك نو. ومن بعد فاش كنت كنشوف يوتيوب شحال هذيك، كنهضر سنين، خصوصا مع البيج بانج فاش كانوا هذوك يعني الكينج ديال الكوريان بوب، كنت كنشوف من بعد في يوتيوب حتى الفيديو ديال الرياكشن، وكنقول او ماي جاد هذوك بحالي، والله حتى بحالي، فاش كيتغلطوا فيهم على حسابات الشعر مثلا، حيتاش كيبدلوا بزاف الالوان. وانت كتشوفي مثلا فاش كيبغي يعرف منك شي واحد، كتشوفي ثلاثه الاغنيات اربعه خمسه متابعين، ما كتبقاش تفهمي والو، شكون اللي كان شعرو زراق ولا زعار، وكيجيوك بحال بحال، كتقول يا مريم واش تطيتي راه ماشي بحال بحال. وحتى حنا كنجيو بحال بحال على فكره، غير كنديو حنا هاد القضيه ديال حنا حيت عينا متعوده على بعضياتنا كيجينا راس. وكما قلت لكم كان جاني في هذوك السجستين ديال اليوتيوب الاغنيه ديال الميلودي والشيخة تراكس، شنو سميتها، حلوفه. تنضحك فاش كنت كنأدي الفيديو هذا على حسابي الريجيم نما وعنما،
المهم عمال عربور كيبان لكم هذا بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو ما غاديش يفهموني، سيرو شوفوا غنخلي لكم في صندوق الوصف. اما الا كنتو ديجا شفتو راه غادي تعرفوا علاش كان دار. المهم كنظن غادي نسالي الفلوغ ديالنا هنا. شميشه باقه مليا وانا صات صات جوني صات في الكوزينه. يلا بسلامه عليكم. هنا البنات اختي كانت وراء التصوير. المهم شوفوا شنو كتقول ليا. صراحه دوتها معايا طلع لي هاد من دابا كنت كنفيلم لا بار ديال الليل كتقول لي علاش كتبقاي تشوفي في الكاميرا، انا كنت بغيتني على حسابي لا فوتو اللي كندير في المقدمه. صراحه عذبتها معايا. شكرا سوسو على الصبر ديالك، ما كانش عندي الترايبود داكشي علاش